أهم الأخبار الفنية في دراما رمضان هنلتقي بها بالتفصيل مع زميلتنا لمياء حمدي. يا لمياء، شكرا لك يا مصطفى. مشاهدينا أهلا بكم في موجز لأهم الأخبار الفنية وآخر تفاصيل مسلسلات رمضان. تمام يا رجالة، تمام يا فندم. هتدفع الثمن غالي يا شيخ موسى. وقد اخترتموني وليتموني ولست بأفضلكم. أنا مش هخلي الصبح يطلع على جعفر بعمر. يا ياسين، بينك وبينه ايه؟ لا يا جميلة ما اسمحلكيش. لما تتكلمي مع الكبير اتكلمي بأدب. سيبياته كلها معايا، يعني يوم ما يفكر يعمل معايا الدنيئة هيلاقي نفسه في السجن. تحولت عيلة السنينة من عيلة غلبانة ومقصورة لعيلة ليها مخالب وأسنان. الرجالة دي مش هتصبر علينا لو ما لقيناش حاجة في المقام ده. المرة الجاية لو كيفك جابك انك تتعنطر، تتعنطر على شنب مش على حرمة. دي حرمة ما تزحى جدعها. ايه اللي جابك هنا دلوقتي؟ انت هترجع ولا ايه؟ لا انا بستغرب بس. هيا بيت فين اللي بتخلي معاك؟ ايه؟ موسم البطة ابتدى ولا ايه؟ هرجع لك تاني. هخلي لك الدمج للركب. هو ينفع يعني السلحة في سابق ارنب؟ هو احنا هنا فين؟ فين يعني؟ في المدينة. اهو مدينة الانتاج الاعلامي اللي هي بيصوروا فيها المسلسلات صح؟ ونبدأ نشرتنا الفنية مع النجوم ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي اللي انتهوا خلاص من تصوير المشاهد الأخيرة من مسلسل ضرب نار اللي بيتعرض حاليا خلال الماراثون الرمضاني، وانتهاء التصوير جاء قبل انتهاء شهر رمضان بخمس حلقات. كمان انتهى صناع مسلسل تحت الوصاية من تصوير آخر مشاهد العمل امبارح بعد ثلاث شهور من التصوير وبالتزامن مع عرض حلقات المسلسل، واستمر تصوير المسلسل المدة دي بسبب تصوير معظم مشاهده في أماكن حقيقية في محافظات مختلفة زي دمياط واسكندرية وغيرها. النجم عمرو يوسف اتكلم عن دوره في مسلسل الكتيبة 101 وقال المسلسل كان فيه بناء درامي للشخصيات مكتوب بشكل جيد، والحمد لله ان احنا وقفنا على أرضية صلبة من خلال سيناريو قوي ومخرج متميز. عمرو كمان قال انه مدرك تماما مدى أهمية القوة الناعمة المتمثلة في الدراما التلفزيونية وتحديدا لانها بتأثر جدا في الناس، ومسلسل الكتيبة 101 بعتبره عمل درامي ممتع ومشوق للمشاهد بإيقاع منضبط ومشدود. الفنانة مها نصار اتكلمت عن دورها في مسلسل سوق الكانتو وقالت أنا يعني وقعت في غرام شخصية فاطمة اللي استفزتني علشان أجسدها، خصوصا أنها شخصية جديدة عن اللي قدمته قبل كده. المؤلف هاني سرحان أبدع في كتاب السيناريو محكم الأحداث وشخصياته متميزة وقوية، بالإضافة أني بحب الشغل مع المخرج حسين المنباوي لأنه بيقدم عمل مختلف أو عمل درامي بشكل مختلف وجديد دايما له في منطقته الخاصة والغير تقليدية ونظرته المختلفة. الفنانة مايا عمر قالت إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قدرت تطور المحتوى الدرامي سواء على المستوى اللي بيتقدم على شاشة التلفزيون وكمان على مستوى المحتوى الرقمي اللي بيتقدم على منصة واتشت بشكل كبير. مايا كمان قالت إنه خلال السنين اللي فاتت حصل تطوير كبير واختلاف وتنوع في المحتوى والقضايا اللي بتناقشها الأعمال. كمان الشركة المتحدة قدمت موسم رمضاني متميز السنة دي، وقدمت كمان تنوع بين الأعمال الكوميدية والدراما الشعبية والاجتماعية والدينية، بالإضافة للأعمال التاريخية والوطنية المهمة اللي كنا مفتقدينها. الفنان عصام السقا كشف عن دوره في مسلسل جعفر العمدة وقال إن المسلسل حقق نجاح كبير فوق كل التوقعات. السيناريو كان مميز والشخصيات الدرامية مكتوبة من لحم ودم، ده غير وجود كوكبة من النجوم. عصام كمان قال إنه حضر لشخصية نعيم اللي بيجسدها ضمن أحداث المسلسل بعد ما استعان بواحد من أصدقائه في منطقة السيدة زينب واعتبروا الأقرب لشخصية نعيم وإنه فيه نفس السمات والطباع لأنه محب لأهل بيته والأصحابه بدرجة كبيرة. الفنان طه دسوقي قال إنه من كرم ربنا سبحانه وتعالى إن مسلسل السفارة حقق النجاح الكبير ده كله، خصوصا إنه جاله ردود أفعال واسعة من الجمهور على المسلسل. طه قال كمان إنه مع كل نجاح في أي عمل درامي بتزداد توقعات الجمهور من الفنان، وده بيولد خوف كبير عنده للي جاي.
المؤلف الموسيقي تامر كروان قال انه حاول مراعاه امور كتير في الموسيقى التصويريه لمسلسل رساله الامام، وواضح انه تم استخدام الات مصريه كانت موجوده خلال الفتره التاريخيه دي، وعلى سبيل المثال اله الهارب، خصوصا ان في مصر في الفتره دي ما كانش لسه مصر اتاثرت بالحضاره الاسلاميه والاتها، وبالتالي اضفنا روح مصريه من خلال عزف الهارب. مشاهدينا خلصت نشرتنا الفنية، ونرجع مرة تانية لجمانة مصطفى نكمل معاهم باقي فقراتنا. شكرا لك يا لمي، شكرا لك.